طائف النفحات تزكي النفوس باعمق البركات تحيا العقول اذا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العلي العظيم. من حكمة الله سبحانه وتعالى أن خلق الإنسان مختارا، الإنسان مخير في أعماله، يمكن أن يختار الخير وأن يختار الشر، ومن نعمة الله على الإنسان أن الله على طريق الخير وحذره من طريق الشر. وهديناه النجدين. هديناه يعني بينا له هذا طريق الرشد وهذا طريق الغي. زين، هذا الانسان باختياره اما يختار الحسن واما يختار السيء. واحيانا الانسان غافل عن نفسه اكو بعض الاحيان الانسان يتصور نفسه شجاع بعدين في المعركه اول المنهزمين هو يتصور عن نفسه شجاع مو انه يخدع الناس لا النفس خدعته احيانا الانسان يخدع الاخرين احيانا الانسان يحتاج الى تطوير هو على الطريق الصحيح لكن يحتاج ان يتطور في ذلك الطريق فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار امتحان الامتحان احيانا هو بلاء البلاء شنو هو الكلمة سامعيها يقولون ثوب بالي ثوب بالي هذا الثوب اللي صاير عتيق جدا بحيث انه مثل التور صاير يرى ما تحت ذلك الثوب البلاء من هذه الماده يعني الشيء الذي يبين حقيقه الانسان حقيقته هو حقيقه مؤمن لولا وقت الادعاء كلنا ندعي وقت الكلام كلنا نتكلم لكن وقت الحقيقة والامتحان عند الامتحان يكرم المرء أو يهان زين هذا الإنسان الذي يتشهد الشهادتين بلسانه ويظهر الإيمان بالله وبرسوله هل هو صادق أو هو منافق إذا ماكو امتحان يوم القيامة الله سبحانه وتعالى إذا عاقب المنافق المنافق يقدر يعترض أنت ردت مني أصلي؟ صليت ردت مني صوم؟ صمت ردت مني أن أتلفظ بالشهادتين؟ تلفظت على أي أساس أدخل الجنة؟ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن قل فلله الحجة البالغة الله سبحانه وتعالى له الحجة يوم القيامة أهل النار لا يتمكنون من أن يحتجوا أنه إحنا ليش ألقيتنا في النار أكو في الحديث الشريف ما من أحد يدخل النار أجارنا الله وإياكم من نار جهنم إلا وهو يقر بأنه يستحق هذه النار مثل فد مجرم في المحكمة يقر يقول إي أنا أستحق أشد أنواع العذاب أكو مجرم ما يقر لا دائما إلى اللحظة الأخيرة ينكر لكن الله سبحانه وتعالى بطريقه جعل الامتحان والاختبار بحيث انه يوم القيامه ماكو واحد يحتج ماكو واحد دخل جهنم الا مقرا بانه يستحق النار وفي المقابل ماكو واحد يدخل الجنه الا وهو يقر بان دخوله للجنه بفضل من الله سبحانه وتعالى مو باستحقاقه احنا لا نتصور ان الجنة باستحقاق اذا كنا مؤمنين. اذا واحد طول حياته قضاها بالصلاة والصوم والعبادة والطاعة هو ما يستحق الجنة بعمله، ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى غمرنا بالنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. زين يعني احنا كل عبادتنا هي جزء قليل من شكر النعمة بعد ما نستحق شيء. إذا واحد أكرمك وأنت قلت له شكراً. على هاي كلمة شكرا تطلب الشيء بعد اذا هو واحد اكرمك الله سبحانه وتعالى خلقنا وغمرنا بالنعم هسه اذا احنا صلينا صمنا حجينا كنا على الطريق المستقيم زين هذا اقل الواجب من شكر نعمة الله الامام الحسين عليه السلام في دعاء عرفه من جملة الدعاء ما معناه انه اذا كل حياتي اني قضيتها في طاعتك هذه لا تكافئ نعمة من نعمك فإذا الله أدخل المؤمن الجنة بفضل منه مو باستحقاق هذا المؤمن زين فلأجل أن الحجة تكون بالغة واحد يوم القيامة لا يحتاج على الله سبحانه وتعالى كان البلاء في البلاء يعني هذا الشيء الذي يظهر باطن الإنسان مؤمن لو منافق صادق لو كاذب قلنا الثوب البالي هذا يبين الشيء اللي جواه اذا لابس ثوب اخر او اذا جسمه يبين الامتحان البلاء يبين باطن الانسان لذا البلاء في القران هم في النعمه هم في النقمه انما اموالكم واولادكم فتنه فاذا هذا نوع من أنواع الامتحان حتى يتميز المؤمن من المنافق الصادق من الكاذب النوع الثاني من الامتحان أكو إنسان مؤمن وصادق في إيمانه لكن شوية بعض الأحيان أعماله فيها خلل خابط شوية الماء اللي هذا الماء يردون يوصلوا الى مرحله يكون صالح للشرب. شنو يسووا؟ يدخلوه في المصفات. هاي المصفات شو تسوي؟ تخرج الاشياء الزائده. اكو واحد هو مؤمن صادق في ايمانه، كلامهم صحيح. في الجمله هم ملتزم، بس بعض الاحيان شويه زائده وناقصه عنده. ولا يخلو اكثر المؤمنين من ذلك. هنا نوع اخر موجود من الامتحان حسب التعبير القراني يسمى تمحيص. التمحيص شنو هو؟ في المعنى اللغوي التمحيص، الذهب اذا القوه في هاي البوتقه اللي الصاغه يذوبون بها الذهب هسه هذا ذهب مخلوط لو مو مخلوط بيه شويه أشياء زائدة لو ما بي أشياء زائدة، عندما يذوبوه شنو يصير؟ ينفصل هذا الشيء المغشوش من الذهب الخالص، هذا يسمى تمحيص في اللغة، يعني إلقاء الذهب في هاي البوتقة اللي تذوبه حتى ينفصل منه الشوائب اللي علقت به. اكو أحياناً واحد مؤمن شوية زائدة ناقصة عنده، الله سبحانه وتعالى. يمتحن هذا الإنسان ببلايا في الدنيا ومصائب حتى هاي الأشياء اللي عالقة هاي الشوائب هاي الوساخة اللي ملزقة به هاي تنفصل عنه لذا أكو في الحديث الشريف أنه إذا واحد مؤمن كانت عنده كان عنده ذنب أو معصية زين اذا في يوم القيامه يجي ويا هذا الذنب وهذه المعصيه هم يصير له فضيحه وهم درجته تقل فالله سبحانه وتعالى بالدنيا شويه يبتليه حتى هذا هاي العقوبه الدنيويه تكون عقوبه لذنبه حتى اذا مات يكون طاهر مطهر واحيانا لحكمه ما يصير الله سبحانه وتعالى يعاقبه في الدنيا. او شويه ذنوبه اكثر من ان يكون عقاب الدنيا عقاب لتلك الذنوب. بعض الاحيان الذنب ما له عقاب الا في الاخره، يعني حتى كل مصائب الدنيا لو تنزل على واحد هذا ما يكون كفاره لذنب من ذنوبه احيانا. زين اذا لم تكن المصلحه في عقابه الدنيوي. او ما كانت الدنيا قابله لان تكون ما لها قابليه حتى يكون عقاب هذا الذنب فيها. بالحديث الله سبحانه وتعالى يشدد على هذا المؤمن في ساعه الاحتضار. ساعه الاحتضار تكون ساعه صعبه وشديده عليه حتى يكون تكون هذه الشده كفاره لذنبه، حتى اذا مات يموت طاهر مطهر. زين اكو بعض الذنوب هاي هم ما يفيدها الشده في ساعه الاحتضار. الله سبحانه وتعالى في القبر. اكو بعض انواع العذاب في القبر هذا يصفي المؤمن حتى اذا اجى يوم القيامه يجي طاهر وطهر. واحيانا هم ما يفيد عذاب القبر الله سبحانه وتعالى في المحشر. حتى درجته في الجنه لا تقل، لانه هو انسان مؤمن. واحيانا هم ما يفيد شوية ذنوب زايدة فالله سبحانه وتعالى يعاقبه في جهنم السائلة أن تشمل الشفاعة بعد ذلك يخرج من نار جهنم إلى الجنة ما مؤمن يموت إلا وهو من أهل الجنة لكن متى يدخل الجنة والشفاعة حق ماكو واحد من عندنا حتى لا أكبر المؤمنين إيماناً كل حياته قضاها بطاعة الله ماكو واحد من عندنا يدخل الجنة إلا بشفاعة محمد وآل محمد زين اكو واحد كل حياته قضاها بالطاعة هاي من اللحظة الأولى يشفعون له اكو واحد لا قضى حياته بالمعصية وهو مؤمن بس قضى حياته بالمعصية هذا شو وقت يشفعون له بعد ما في نار جهنم مئات السنين اكو في الحديث الشريف ان من شيعتنا من لا, من لا تناله شفاعتنا الا بعد ان يلبث في نار جهنم احقابا كل حقبه ثمانين سنه لابثين فيها احقابا زين اكو واحد يقول شفاعة اهل البيت تشمل ايه شفاعة اهل البيت تشمل المؤمن الذي يموت مؤمنا بس احيانا اكو ذنب يصير سبب ان الانسان يموت كافرا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون يا ما ناس إحنا نعرفهم أو سمعنا عنهم كانوا ناس صلحاء في الجادة الصحيحة في الطريق الصحيح لكن في أخير حياته انحرف كفر ومات وهو كافر زين هذا مات وهو كافر هاي بعد فما تنفعهم شفاعة الشافعين طبعا أهل البيت ما راحوا يشفعوا له لكن الآية فما تنفعهم شفاعة الشافعين إذا أي واحد جاي يشفع له ما يفيد إذا أنت مؤمن الشفاعة تشملك لكن إذا واحد والعياذ بالله مو مؤمن كافر فاسق الشفاعة ما تشمله فهذا اللي يرتكب الذنوب ويقول آني أملي بشفاعة محمد وال محمد عليه وعليهم الصلاه والسلام. زين انت ضامن انه يوم اللي يوم اللي تموت تموت مؤمن؟ هذا اولا. الشيء الثاني ما يخالف مات مؤمن. الشفاعه تشملك ما يخالف بس الشفاعه في الاخره. اكو في بعض الاحاديث انه البرزخ انت قضيب باعمالك. احنا بالاخره نجيك. زين. هسه شملت الشفاعه بس الفضيحه شو يسويها؟ لانه يوم القيامه يوم تبلى السرائر يعني مو انه فقط الاعمال اللي الانسان مسويها الاولين والاخرين يطلعون عليها حتى النية اللي في قلبه يوم تبلى يعني تظهر السرائر يعني ما اسره الانسان في قلبه زين واحد من المؤمنين ارتكب معصية خفية انكشفت المعصية وجابوه بالمحكمة وكل أهل القرية أو أهل المدينة طلعوا أنه هذا ارتكب الجريمة الفلانية أو المعصية الفلانية وبعدين إجاء تخفيف ما يخالف إحنا نعفو عنك ما عاقبه لا بسجن لا بغرامة مالية لا كذا بس هاي الفضيحة اللي تصير شنو يسويها اللي انفضح بين الناس ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه. نعم من سري. زين الشفاعه شملتنا بس الفضيحه اللي تصير يوم القيامه مقابل الاولين والاخرين انه هذا الانسان فعل كذا وكذا وكذا، زين الان لا يعاقب لانه محمد صلى الله عليه واله شفع له. امير المؤمنين شفع له. يسوى؟ وبعدين مثل ما ذكرنا بعض الاحيان شويه الشفاعه تتاخر. زين. فالنوع الثاني التمحيص التمحيص يعني الإنسان المؤمن الذي شوي علقت به زيادة نقيصة شوي عصروب الدنيا حتى الله سبحانه وتعالى يطهر من هذه الذنوب وأحيانا لا تشوف واحد هو مؤمن وما عنده أي زيادة وأي نقيصة لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع درجاته درجاته هذا إنسان هو مؤمن الله يبليه بالدنيا مو لأجل أنه عقوبة وإنما يبلي لأجل رفع درجاته حتى درجاته ترتفع ولذلك في الحديث الشريف إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل زين الأنبياء معصومون ما عندهم ذنب حتى الفعل المكروه اللي هو جائز بس مكروه هم الأنبياء لا يصدر منهم نعم بعض الأنبياء عندهم ترك الأولى ترك الأولى يعني مو حرام ولا مكروه بس الأحسن كان ترك هذا الأمر على رأي المشهور الأئمة ترك الأولى هم ما عندهم زين ليش الله سبحانه وتعالى قدر لهم هذا البلاء الكبير؟ لجهات من جمله تلك الجهات لرفع درجاتهم، لان الله سبحانه وتعالى المؤمن المبتلى يرفع درجاته. اذا مرض، اذا اصابه، اذا مشكله، اذا ظلم ظالم، يقول في يوم القيامه الله سبحانه وتعالى الذين اصيبوا باجسامهم واحد يصاب بجسمه يعوق مثلا مؤمن يعوق تفجير يصير رجلة تنقطع عينة تصير عمية مثلا أو أي جهة أخرى يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث في يوم القيامة يعطيهم من الثواب بحيث أنه يتمنى الناس لو قرضوا بالمقاريض ونشروا بالمناشير يقول يا ريت أنه بالدنيا بالمقراض كانوا يسووني وصلة وصلة أو بالمنشار ينشروني لما يرى الناس من كثرة ثواب من ابتلي في جسده من المؤمنين أو إذا واحد ابتلى بظالم فهذا هم نوع آخر من البلايا الدنيوية النوع الأول تمييز المؤمن من المنافق النوع الثاني لتصفية المؤمن والنوع الثالث لرفع درجات المؤمنين او بعض المؤمنين واحيانا الله سبحانه وتعالى يخص المؤمنين بالبلاء لاجل انه يحبهم وفد واحد من العلماء كان يمثل مثل يقول انت دا تمشي بالشارع شفت اجلكم الله فد واحد من ابناء الشوارع يسوي عمل قبيح ما تدير له بال لكن إذا ابنك سوى نفس العمل شو تسوي؟ تضربه وتأدبه شنو الفرق؟ تقول ذاك ما يهمني، هذا ابني يهمني. إذا فد كافر ارتكب معاصي هذا هذا أخيره إلى النار، لذلك الله لا يبالي لكن إذا مؤمن ارتكب معصية الله يعاقبه لأن الله يحبه يريد يصفيه. لذا تشوف أنه الكفار عادة في نعمة والمؤمنون عادة في بلاء أكو في الحديث الشريف أن الدنيا ما لها قيمة عند الله لو كان للدنيا هذا نص الحديث لو كانت للدنيا قيمة عند الله بمقدار جناح بعوضة بقى شنو هي قيمتها حتى جناحها يكون له قيمة عند الله الدنيا لا قيمه لها ولو بهذا المقدار. لو كانت لو كان للدنيا قيمه عند الله بمقدار جناح بعوضه ما سقى فيها كافرا. اذا تشوف الكفار منعمون وياكلون كما تاكل الانعام كما في الايه الشريفه لان الدنيا ما لها قيمه عند الله، هسه هذا كافر ما له قيمه. يستفيد من الدنيا اللي ما لها قيمه، مو مهم. لكن الاخره الجنه الله سبحانه وتعالى اعطاها القيمه، لها قيمه الاخره، الجنه يعني. لذلك الجنه دار كرامه، لذا لهم دار السلام عند ربهم. الجنه ما فيها اي شيء ينغص عيش شي الانسان. يوم القيامة هي يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة كل إنسان حتى المؤمن يتحسر لأنه يشوف كانت فرص طاعة عند لله فوتها فكل إنسان يتحسر حتى اللي هو في درجات العالية في الجنة هم يتحسر ليش لأنه يشوف أنه كان يقدر يحصل أحسن أكو في بعض الكتب التفسيرية ان ذا القرنين اللي هو عبد من عباد الله الصالحين انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس الى اخر الايات في سوره الكهف. فهذا سار في الارض وفتح الدنيا كلها وصلوا الى مكان مظلم هسه ما ادري كان غار كان فجو أرجلهم أكو حصات بس ظلمة ما يشوفون فالخضر عليه السلام قال لهم اللي يشيل من هذه الحصيات شبيه حصوة كانوا اللي يشيل منها يتندم واللي ما يشيل منها هم راح يتندم قسم شالوا وقسم ما شالوا عندما جازوا ذيك المنطقة عبروها راحوا إلى منطقة أخرى فيها شوية نور أو عندما طلعت الشمس شافوا شافوا هاي كلها مجوهرات يعني كل هذا الحصى اللي كان جو رجلهم كان جوهر اللي ما شال تندم ليش ما شال واللي شالهم تندم ليش أكثر ما شال يوم القيامة بهالشكل الكافر يتندم المؤمن هم يتندم ليش أكثر ما عمل بالصالحات ليش فوت فرص كان يتمكن بتلك الفرص ان يحصل الاخره اكثر واحد يشتغل زين انت تشتغل اذكر الله سبحانه وتعالى قل لا اله الا الله عندنا في الذكر يسموه الذكر الخفي ما بحرف من الحروف اللي تتحرك به الشفاه لا اله الا الله هذا الذكر الخفي يسموه اذا انت قاعد تقول لا, لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما حد يلتفت لان الشفاه ما راح تتحرك ابعد عن الرياء. وهو افضل الاذكار. زين انت سائق سياره، سائق تاكسي مثلا، سائق كيه. تتكد على عيالك وانت تمشي قول لا اله الا الله. يوم القيامه تتندم انه لماذا لم اقل لا اله الا الله؟ لان هاي لا اله الا الله تكون شجره في الجنه مثلا، درجه في الجنه. على كل حال الانسان في يوم القيامه يتحسر وانذرهم يوم الحسره. لكن إذا دخل المؤمن في الجنة في الجنة ماكو منغصات زين لهم دار السلام الجنة كلها طهارة ما بيها حزن ما بيها خوف زين هذا المؤمن اللي درجته أعلى والمؤمن اللي درجته أدنى المؤمن اللي درجته أدنى ما يدري ذاك المؤمن درجته أعلى حتى لا يتحسر لذا أكو في الروايات أن المؤمنون يتزاورون في الجنة على سرر متقابلين لكن الأعلى يجي إلى الأدنى يزوره أما الأدنى ما يروح للأعلى لأنه لو راح للأعلى يشوف نعيم أكبر راح يتحسر والجنة ما بيها أي شيء ينغص العيش يوم القيامة يوم الحسرة هسه خمسين ألف سنة الإنسان يتحسر إذا إحنا علينا أن نستثمر الفرص في طاعة الله سبحانه وتعالى هسه أنتم الله سبحانه وتعالى وفقكم للمشي في أيام الأربعين لزيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أكو في بعض الروايات إذا واحد زار الإمام الحسين ماشياً زين اجره ثواب حجه في روايه اخرى حجه وعمره في روايه ثالثه عشر حجج في روايه رابعه 100 حجه في روايه خامسه الف حجه في روايه انه اذا رفع قدما كتبت له حجه واذا وضع قدما كتبت له عمره هذول اللي يمشون من البصره تقريبا 600 الف خطوه تقريبا زين يعني 600 الف حجه و600 الف عمره ليش هالشكل؟ يعني في رواية حجة واحدة في رواية حجة وعمرة في رواية عشرة في رواية مية في رواية ألف هذا يختلف حسب نوعية المؤمن. هذا المؤمن هذا مؤمن الله يعطيه ثواب بس ايش قد يعطيه ثواب إذا واحد درجة إخلاصة أقل ثوابه يكون أقل درجة إخلاصة أكثر يكون ثوابه أكثر إذا عارفا بمنزلة الإمام الحسين ديزور دي ثوابه أكبر إذا معرفته أقل ثوابه أقل كل كلما المعرفة تكون أكثر الثواب يكون أكثر حتى بالدنيا هالشكل المهندس والعامل المهندس راتبة أكثر ليش؟ لأنه عنده علم إخلاصه إيش درجته هو في طريق الزيارة لا سمح الله ارتكب معصية لو ما ارتكب معصية مثلا هو في طريق الزيارة قلبه يطهر أكثر لو لا هاي الامور كلها لها مدخليه في زياده الثواب حد الادنى انه ثواب حجه لكن حد الاكثر لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى زين انت تروح الى زياره الامام الحسين مشي او زياره الامام الرضا عليه الصلاه مشي هو هذا مشيك مشيتك هاي طاعه لله سبحانه وتعالى ويوم القيامه الناس يغبطوك عليها ان شاء الله لكن انت تمشي اذكر الله سبحانه وتعالى هاي زياده خير عندما تذكر الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله الحمد لله سبحان الله. لسانك يكون بذكر الله، اذا حشيت ويا اصدقائك يكون ما فيه لله رضا ولهؤلاء الجالسين فائده، الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام قال لذلك الخطيب في مجلس يزيد. بعدين قال انه ليزيد اذن لي ان اصعد هذه الاعواد لاقول كلمه فيها لله رضا ولهؤلاء الجالسين اجر وثواب. يستفيدون منها اذا هم ويا صديقه صديقك تتكلم مره واحد يتكلم كلام ما بفائدة فائده هذا يوم القيامه حسره يكون مره يكون غيبه تهمه وهاي الحسره اكثر ومره هم يكون لا كلام اصلاح ذات البين ب بفائده للدنيا بفائده للاخره مثلا حتى اذا يتمازح مفاكهه تكون ممازحه ضمن الضوابط الشرعيه يفرح صديقه مو مشكله هذا همزيا به ثواب يحاول انه كل ما يتمكن يستفيد اكثر مثل قصه الخضر وذي القرنين كل ما تقدر تشيل ذهب وجواهر ومجوهرات يكون بصالحك اكثر ويوم القيامه تكون انت عند الله سبحانه وتعالى يكون عندك منزله وجاه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل اعمالكم وزياراتكم وان يوفقكم للاستمرار، الاستمرار كلش مهم، في بعض الاحيان الانسان يبدا صحيح بس بعدين يتعب، ويوفقكم جميعا وايانا معكم للاستمرار حتى اذا جاءنا ملك الموت نكون من مصادق هذه الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أكو في الحديث الشريف هذا نختم الكلام بهذا الحديث الشريف أنه أي واحد عندما يموت سواء كان مؤمن أو منافق أو كافر هذا يحضر لحظة احتضار أمير المؤمنين ورسول الله عليهما وآلهما الصلاة والسلام هم الرسول يجي هم أمير المؤمنين مؤمن لو كافر ماكو فرق مؤمن او منافق. اذا هو مؤمن يبشرانه بالجنه يعني الرسول وامير المؤمنين يبشروه في الجنه. الايه الشريفه تقول لهم البشرى في الحياه الدنيا قبل ما يموت اللحظه الاخيره لهم البشرى في الحياه الدنيا في الروايه انه الرسول والامير عليهما والهما الصلاه والسلام يبشروه ويوم القيامه خب ذاك واضح. وإذا هو منافق أو كافر يبشرانه بالنار ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نسأل الله أن يكون مستمرين جميعا على هذا الطريق حتى إذا متنا متنا على الإيمان نحصل هاي البشارة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس باعمق البركات تحيا العقول اذا انار طريقها